وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الدكتور بنيشو محسن. اليوم سوف نتناول موضوع على الاضطرابات الجنسية عند الرجل. المشكل الثالث اللي هو عاوتاني أساسي ومهم طبعا هو مشكل ما يسمى القذف السريع. القذف السريع مثلا عند الرجال، يعني كثير مثلا ديال الرجال تيكون عندهم مشكل هذا القذف السريع، تقريبا واحد على ثلاثة او لا واحد على أربعة ديال الرجال اللي تيكون عندهم ما يسمى ليجاكولاسيون بريكوس. هذا المشكل ديال القذف السريع هو عنده المعنى ديالو العلمي، ولكن يعني كثير من الناس مثلا خصوصا الشباب تيجيب له ربي مثلا على انه يعني ماشي نورمال، لان تعرف انت تكون شاب مثلا يعني سي نورمال على انك تقذف دغيا او لا تستحلم مثلا، لان تكون عندك واحد القوه مثلا جنسيه كبيره جدا، ولذلك هنايا راه يعني راه تقذف دغيا لان ماشي مجوج. فطبعا كثير من الرجال مثلا او الشباب تيعيشوا داك الفكره، تيجيو عندي تقول انا عندي قذف سريع، تقول انت مجوج، يقول لي لا واش عندك شي علاقات؟ لا، اذا يعني ما يمكنش. او لا حتى الا كنتي مجوج مثلا، كنت انسان مجوج وعنده علاقه نوبه في الشهر نوبه في شهرين نوبه في ست شهور، يعني هنا الرغبه ما كايناش. او لا مثلا انت لا طولتي هنا القذف تيولي يعني بسرعه. اذا هذا ما يسمى طبعا مشاكل ديال القذف حتى هي يعني مهمه. ثم هناك مشكل اساسي عاوتاني كذلك عند الرجال وهو الاورغازم. الاورغازم هي ما يسمى، احنا هضرنا على الرغبه الجنسيه، هنا دابا على الشهوه الجنسيه. اشنو معنى الشهوه الجنسيه؟ الشهوه الجنسيه يعني الاورغازم يعني ملي تقوم داك العلاقه الجنسيه مثلا، يعني في اخر المطاف ملي تجي تقذف مثلا، خلال داك القذف تتكون واحد اللذة، تتسمى اللذة الجنسية او الاورغازم او الشهوة. يعني ماشي نقولوا الشهوة هضرت عليها، ولكن اللذة الجنسية هي الاورغازم. المفروض على ان الرجل مثلا ملي يكون تيقذف مثلا، يعني خلال داك العملية ديال القذف راه يحس بواحد اللذة جنسية، وراه يحس بواحد الراحة وبواحد الطمأنينة من بعد ما تيساني يعني عملية القذف. طبعا هناك مشاكل اخرى مثلا يعني بالنسبة للرجال، يعني مشاكل لما خصوصا واش تذكر مثلا نورمال، واش بزاف ديال الرجال تيجي تقول لك انا عندي الذكر ديالي صغير مثلا من الناحية العضوية، يعني تتقلبوا تجبر الذكر ديالو عادي. كذلك ما يسمى بعض الرجال يقدر يجي يقول لك انا عندي الخصيتين ديالي صغيره مثلا، تتقلب وتقدر تجبر عادي، تقدر ما كاين. طبعا هناك بعض الاضطرابات حين يسمى ليبوغوناديزم كونجينيتال، تيكون على ان الخصيتين ما كاينينش والذكر حتى هو صغير جدا، يعني ما كاينش تقريبا، يعني هنا تيتسمى ليبوغوناديزم كونجينيتال، بمعنى من خلق يعني داك الطفل وهو عنده داك المشكل. فاذا هذه هي يعني طبعا هناك عاوتاني الفاريكوسيل. الفاريكوسيل هما يعني تيكون واحد العروق مثلا في الخصيه في الفوق اللي منفوخين، وتيقدروا ياكلوا من الخصيه اذا، وتيقدر يسبب لنا مشكل ديال العقم عند الرجال. طبعا يعني هناك مشاكل كثيره، ولكن هذه المشاكل اللي هضرت عليها خصوصا الربعه اساسيه، مشاكل ديال الرغبه الجنسيه لو ديزير سيكسويل، مشاكل ديال الانتصاب لي تروب ليريكسيون، المشاكل ديال ليجاكولاسيون، واش مثلا قذف سريع او لا هناك ليجاكولاسيون روتاردي. كاين بعض الرجال اللي يقدر نص ساعه وساعه الارم وهو ما راه يقذفش مثلا، ولكن اغلب الرجال مثلا راه يقذف يعني ماشي كلشي، ولكن واحد على ثلاثه واحد على. ثم المشكل الاساسي الكبير هو المشكل ديال الاورغازم، واش هناك واحد اللذه جنسيه او لا. هادو طبعا الاضطرابات الاربعه الاساسيين عند الرجال. تنتمنى انني عطيتكم بعض لمحات. طبعا علاش عطيتكم هذه القضيه؟ حس الانسان ما يعيش مثلا بالمشاكل اللي تقدر تكون تا نورمال عادي، وتيجي لك ربي ماشي عادي، وما راه تجوش وما راه تكونش عندك واحد العلاقه. اذا هنا من الافضل انك تراجع ان سيكسولوج الطبيب اللي مختص في الاضطرابات الجنسيه، باش يقول لك يمكن واش انت عادي نورمال او لا او لا يعني ماشي نورمال. اذا تنتمنى اني وضحت لكم هذه الامور، وتنتمنى نلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده مع الدكتور بنيشو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.